تتواصل انطلاقات أشواطنا في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، وهذا ميدان دستور الذي يحتضن هذه الأسماء. الشوط الثاني عشر الذي أعلنت بداية انطلاقته يحمل الجعدان الفطامي في هذه الانطلاقة وهذه الشعارات، الملتقى الخليجي في عالم الأصالة هنا في تحفة الميادين في المرموم. نسير مباشرة مع مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة. يتقدم في هذه اللحظة الشامخ محمد بن زايد بن محمد المنصوري، يقود الجعدان ويتصدرهم، بينما ياتي في المركز الثاني في هذه اللحظات وصل مصدع سهيل بن عبيد بن يميع. يلا يا بن يميع ركز في مسار هذا الشوط، نبل فوت وناموس. بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظة الذي ياتي في المركز الثالث لحمد بن خميس بن سلطان العويسي الذي ينطلق على المركز الثالث. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات وصل في متعب محمد بن عبد الله العامري. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات وصل مشاهدينا الاعزاء مع حميد بن سعيد بن محمد بالكيله العامري الذي انطلق على هذه اللحظات. يا سلام، حمد بن سعيد بالكيله العامري مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. يا سلام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول ويسيطر الشامخ في مكان الشموخ محمد بن زايد بن محمد المنصوري اللي يقدم الشامخ. بينما ياتي في هذه اللحظات وينطلق مثير الذي يثير هذه الانطلاقة حمد بن خميس بن سلطان العويسي الذي يقدم مثير على المركز الثاني. بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد فيه ياتي مشاهدي الاعزاء منجز علي بن مسعود بن راشد بن فهيده المري الذي ياتي في المركز الثالث. اما المركز الرابع هناك بنشوف في هذا الانطلاق وهذه الاسماء، وهناك شعار صالح بو شريده يتواجد منطلق في هذا الشوط. نعود الى مقدمه الشوط، شوف التنافس هناك، شوف التحدي، ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو مثير مشاهدينا الاعزاء. حمد بن خميس بن سلطان العويسي اعلن الفوز، اعلن الناموس. سلاماتنا لاهالي السلطنه على هذا الفوز، على هذا اهالي الرفيعه في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني مع محمد بن زايد بن محمد المنصوري اللي وصل في المركز الثاني شاهين، والمركز الثالث وصل في المركز الثالث مشاهدي الاعزاء لحمد بن مبارك العامري. بينما المركز الرابع لحظات وصول في هذه اللحظات لعلي بن مسعود بن راشد الفيدة، والمركز الخامس لصالح بو شريدة المري. هذه النتيجة للخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية في هذا المنطلق الكبير وفي هذا الصرح الكبير مع عالم الأصالة وعالم التحدي هناك الذي أعلن الفوز في هذا الشوط وأعلن التحدي مشاهدي الأعزاء اللي هو مثير مشاهدي والمشير الذي أعلن الفوز حمد بن خميس بن سلطان العويسي. تهانينا والناموس يا العويسي على هذا الفوز في توقيت زمني مقداره دقيقتين، وسلالة المشير والتوقيت الزمني دقيقتين. بنشوف على شاشة التلفزيون في دقيقتين وتسعة وخمسين ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وتحياتنا للعويسي على هذا الناموس. بينما وصل في المركز الثاني مشاهدي الاعزاء اللي هو الشامخ لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، قطع المسافة في ثلاث دقائق وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث بنشوف وصوله لحظات المركز الثالث وأداه الجميل هناك الذي وصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام السنيار، قطع المسافة السنيار في فترة زمنية مقدارها دقيقتين وثانيتين وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك السنيار حمد بن مبارك بن عيضة العامري. هذه النتيجة للثلاث المراكز في التوقيت الزمني. تهانينا والناموس.